ما هي حلقات التغذية الراجعة أو الفيدباك، أو اللي هي عبارة عن نوعين، التغذية الراجعة السلبية أو النيجاتيف فيدباك، والتغذية الراجعة الإيجابية أو البوزيتيف فيدباك. حلقات التغذية الراجعة في الجسم بيوجد منها نوعين، كل منه بيؤدي دوره في النطاق الخاص به، والنوعين هما زي ما قلنا التغذية الراجعة السلبية، وهي العملية التي يتم من خلالها بيقوم الجسم بمعاكسة التغيير الحادث في اتجاه معين، فعندما يزيد تركيز مادة معينة بيقوم الجسم باتخاذ رد فعل معين يؤدي بالضرورة لخفض تركيز هذه المادة حتى وصلها لنقطة معينة، ثم توقف النشاط زي ما ذكرنا في المثال اللي فات والثلاث الأمثلة اللي في أول فيديو، والأمثلة كثيرة على التغذية الراجعة السلبية مثل خفض ضغط الدم عند ارتفاعه وخفض درجة حرارة الجسم عند ارتفاعه عن الدرجة الطبيعية التي تهدي لإرهاق الجسم. لو جينا نشوف التغذية الراجعة الإيجابية، في التغذية الراجعة الإيجابية إذا حدث تغيير في الجسم في اتجاه معين بيقوم الجسم باتخاذ رد فعل ولكن في نفس الاتجاه وبصورة إضافية، زي ما ذكرنا قبل كده إن لما بيحصل رد فعل لتكوين الصفائح الدموية بتفرز مواد كيماوية عشان تزود كمان إفراز أو تكوين الصفائح الدموية، فإذا زادت نسبة المادة في الجسم بياخد الجسم رد فعل معين بيؤدي الى انتاج مستمر في هذه الماده، مما يؤدي لزياده تركيزها بشكل مستمر، ولكن قد تؤدي التغذيه الايجابيه لنتائج غير متوقعه، وذلك بسبب الزياده المستمره مما يؤدي الى التضخيم. ولابد طبعا ان هو بيحصل حاجه ثانيه زي ما قلنا من حكمه ربنا، ان بتبتدي تتكون انزيمات او انزيمات طبيعيه بتبقى موجوده تعمل رد فعل عكسي توقف هذه العمليه. ونكمل المرة الجاية أمثلة على التغذية الراجعة الإيجابية. مع السلامة.